داخل أكبر سوق بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ضربنا موعدا مع محمد سالم، الاسم المستعار لرجل في عقده الثالث يعمل في مجال خياطة الملابس الرجالية. الاسم المستعار هنا كان بطلب منه، لأنه متزوج حاليا وعازم بعد ساعتين من الآن على عقد قرانه سرا على سيدة سبق لها أن تزوجت 3 مرات، لكن حالها لا يختلف كثيرا عن حال العريس، فلديه هو الآخر تجاربه في هذا المضمار. أنا مزوج زواج عادي في الريف مع بنت عمي، لكني خط تجربة الزواج السري مرتين في العاصمة. كانت الأولى مشوقة جدا بعد تستر على الموضوع، وكان طروفي الأسرية تحتم علي سرية الأمر. هو زواج طبعا زواج شرعي حضور وكيل زوجة، لكن قلت التكلفة من زواج الآخر. لم نطل المكوث طويلا، وتوجهنا رفقة محمد سالم إلى أحد المساجد قرب منزل أهل العروس، ولم يكن الحضور بذلك الحجم، فقط وكيلها الشرعي والشهدان من أهل الحي ذاته. ما بعد، وبدأت فعالية الزواج بمن حضر. على صداقي مثلها. هكذا وببساطة يتم الزواج السري في موريتانيا، لكنها بساطة تخفي وراءها تراجيديا مأساوية اكتوى بنارها العديد من الأمهات والأطفال، وصلت في كثير من الأحيان غرف المحاكم ومخافر الشرطة. تبدأ المأساة بإنكار الأطفال ولا تنتهي بدعاوى الميراث. أنا امرأة، جاني واحد وزوجت أنا هو بحضور والدي وخويا، وعدنا عقد من عقود نحن هنا الموريتان، ما هو بقد الحال بالدنيا وليش، ومشى عنه لا يرجع لي، وهو متزوج وعنده أطفال خرين ما هم مني أنا، ولين ظهر الحامل تلفنت له وعاد ما استقبلني بالهاتف ولا شيء، قال عنه قام ما هو ولو وراعني انا في المحاكم. عدم توثيق الزواج عموما بشكل رسمي كانت وراء انتشار حالات مماثله، فرغم حملات التثقيف التي تقودها الحكومه والمنظمات الاهليه، ما زالت العقود هنا شفهيه في اغلبها كما في حقب ما قبل الدوله، وان دونت ففي ورقه غير رسميه لا يتذكرها الزوجان إلا عند وصول الأطفال لمراحل الدراسة، حيث تفرض الأوراق الثبوتية للتسجيل. المحامي محمد المامي والملاي علي. عقود الزواج غير المبرمة أمام مسؤول استقبال المواطنين في مركز الحالة المدنية أنها يعتبر التصريح بها تصريحا خارج الأجل، وبالتالي يترتب على المصرح بها ما نصت عليه المادة 62 من نفس القانون من عقوبة التصريح خارج الأجل بالحبس من شهر إلى 3 أشهر. خيار الزواج السري يرده المختصون في الشؤون الاجتماعية إلى عدة أسباب، من بينها الكبت والرغبة في خفض تكاليف بالنسبة للرجال، والفقر والعوز بالنسبة للنساء، خاصة ممن يعلن أطفالا تخلى عنهم الأب في لحظة خلاف أدت للطلاق. المختصة الاجتماعية فاطمة بيروك. نقول ظاهرة الزواج السري كاجتماعيين نعرفه عن المجتمع، نحن بقى عن أهل موريتانيا طاري علينا، كنا نعرفه أصلا زواج اللي فيه الناس كاملة حاضرة وفيه الطبل وفيه حالته كاملة معلن، وظاهرة قاعات في البلاد الإسلامية كاملة، نوع عايد من خروج على الكبت اللي عايش الشباب المسلم، ما يحفظ شرف المرأة ولا يحفظ كرامتها. المنظمات غير الحكومية المهتمة بالنساء والأطفال تقود حربا ضروسا ضد الزواج السري في موريتانيا بفعل عواقبه الوخيمة حسب وصفها وتأثيره المباشر على كرامة المرأة ومستقبل الطفل، كما تروي لنا عائشة أحمد رئيسة منظمة الإحسان لحماية الأم والطفل. بما أن حماية الأم من أهدافنا الرئيسية، فإننا ننصح النساء في موريتانيا بالامتناع من الزواج السري، لأن ذلك يعرض حقوقها للضياع كزوجة، وفي حالة وجود أطفال يمكن للزوج إنكار الأبوة وبذلك يضيع حقهم جميعا في الميراث بعد موته. ومن ناحية أخرى نريد لفت انتباه المتزوجات لأهمية الحصول على ورقة عقد الزواج من الحالة المدنية والتي تثبت حقها كزوجة، ويسهل إجراءات حصول الأطفال على أوراق مدنية. الجانب الرسمي في موريتانيا ممثلا في وزارة المرأة ينظم كل حين ندوات ومحاضرات لإبراز خطورة تخلي النساء عن حقوقهن، عبر الدخول فيما تصفه مريم عمر
مسؤولة قسم الرعاية بمتاهات الزواج السري، داعية إلى التمسك بمقتضيات مدونة الأحوال الشخصية التي تحفظ للمرأة حقها. ظاهرة انتشار الزواج بالعقود التقليدية منتشرة للأسف، ومن آثارها السلبية سواء على الزوجة وعلى الأطفال، حتى الأطفال قد قاع الأب يمشي عنهم ولا يقدر لهم نفقة، وحتى أنه في بعض الحالات احنا عندنا حالات عدم اعتراف الأب قاع بالأبناء. المجتمع الموريتاني يوصف بالتدين في غالبيته، ويحظى علماء الدين فيه بمكانة خاصة، لكنهم اختلفوا في صحة واستمرار الزواج السري، وهي نقطة شجعت البعض وفهمها من باب أن اختلاف الفقهاء رحمة. الشيخ محمد الحسن ولد الددو متحدثا عن الزواج السري: كثير من أهل العلم على أن كتمان النكاح حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوه والأمر يقتضي الوجوب، وقال طائفة: بل إعلانه مسنون وليس واجبا. وعموما فلا ينبغي أن يتفشى في المجتمع حتى يكون ظاهرة، وبالأخص في هذا الزمان الذي كثر فيه التبرم من الأحكام الشرعية، وكثير من الناس لا يبالي فيستطيع أن ينكر الولد إذا حصل حمل، أن ينكر أنه منه وينكر عقد النكاح أصلا، وليس لذلك شيوعا بين الناس، والشهود قد يموتون وقد يجهلون، ويترتب على هذا كثير من المفاسد. الزواج السري في المجتمع الموريتاني ورغم كل الجهود المبذولة من قبل الجهات والمنظمات الاجتماعية سجل أرقاما قياسية في الفترة الأخيرة على حساب الزواج الرسمي أو التقليدي، بفعل ارتفاع المهور وغلاء المعيشة وانتشار الطلاق. فتى البخاري لبرنامج بي بي سي إكسترا، نواكشوط.